بلعب فوتبول درجة أولى وبدرب شباب الأكاديمية ومنهم خيي. يقولون دائما إن إحنا اللي بنعلم أطفالنا، ولكن أغلبيا العكس، إحنا اللي نتعلم منهم. حب السينما والتعلق بها والشغف بها كان قديم جدا يعني. كل صبح أوصل أولادي المدرسة وبعدين أروح عشان أعلم الخريجين كيف يكونون مستعدين للعمل. منطقة البلد لأي أحد لما يزورها يشعر فيه شعور بالتاريخ، تشعرك بالألفة، تشعرك بالحميمية، تشعرك أنك في مكان مليء بالحياة. بدون شغف صعب واحد يتقدم. دائماً بسعى لعيالي وطلابي أن يحققون طموحاتهم. أصحى عشان في السعودية في قصص جميلة تستحق أن تروى. أصحى كل يوم لعلم وأتعلم. أنا بوع كل يوم كرمال أنه خبرتي لجيل جديد.